بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما وعدناكم في الحلقة الماضية، ها نحن مع الحلقة الثالثة حول التحليل الكهربائي البسيط. ومع هذه الوضعية يقول طلب الأستاذ من التلميذ ياسر إحضار وعاء فولتا مسرياه من الجرافيت ووضع في وعائه كمية من مسحوق كلور الزنك في وعائه، ثم غلق القاطعة كما هو مبين في الوثيقة 3. أولا، اكتب الصيغة الإحصائية لهذا المسحوق. 2، برأيك بعد غلق ياسر للقاطعة هل يتوهج المصباح أم لا؟ برر إجابتك. إذن في الجزء الأول، الصيغة الإحصائية أو الجزيئية لمسحوق كلور الزنك هي زاد آن سي آل 2، هذه الصيغة الإحصائية أو الجزيئية. الآن عندما نضع المسحوق كما هو مبين في التجربة، مسحوق يعني مادة صلبة، في وعاء التحليل ونغلق القاطعة، يقول هل يتوهج المصباح؟ حينما يسألنا عن المصباح، هو ضمنيا يقول لنا هل يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة أم لا؟ إذن ففي هذه الحالة رأينا تجريبيا في الدرس أن المصباح لا يتوهج، وبالتالي لا يمر الكهرباء في هذه الدارة. الآن قال برر إجابتك، لماذا لا يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة؟ لأن التيار الكهربائي لكي يمر كما نعلم فهو في النواقل أي في الأسلاك، يتمثل في حركة الإلكترونات من الموجب إلى السالب، أو الاتجاه الاصطلاحي للتيار من الموجب إلى السالب. نعم، ولكن داخل المحاليل أو داخل السوائل، من الذي يضمن أو يقوم بعملية نقل الكهرباء؟ فالذي يقوم بعملية نقل الكهرباء في المحاليل هو الحركة المزدوجة للشوارد. وبما أن في هذا التركيب لا يوجد محلول وإنما مادة صلبة، فإن الشوارد التي يتشكل منها هذا المسحوق ليس لها القدرة على الحركة، لا تستطيع أن تنتقل من المصعد إلى المهبط ومن المهبط إلى المصعد. إذن نلخص العبارة فنقول عند غلق القاطعة لا يتوهج المصباح، وهذا يعني أن التيار الكهربائي لا يمر في هذه الدارة. لماذا؟ التعليل، لأن الأجسام الشاردية الصلبة غير ناقلة للكهرباء. لماذا هي غير ناقلة؟ لأن شواردها تفتقد إلى المحلول الذي يمكنها أو يمكنها أن تنتقل فيه بحرية. إذن بعد ذلك يقول لي لاحظ ياسر توهج المصباح بعدما طلب منه الأستاذ إضافة الماء المقطر. يعني حينما تمت إضافة الماء المقطر للمسحوق صار لديك محلول شاردي. حينما يصير لدينا محلول شاردي، هنا تتحرر الشوارد وتصبح لديها القدرة على الحركة. إذن فحينما تغلق الدارة تخضع هذه الشوارد للقوة الكهربائية للمسريين، بمعنى الشوارد السالبة يجذبها المصعد، والشوارد الموجبة يجذبها المهبط، وهذا هو الذي يتسبب في مرور التيار الكهربائي. إذن فالصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك الناتج هي زاد آن 2 زائد 2 سي آل ناقص. إذن هذا في السؤال قال اكتب الصيغة الشاردية للمحلول المتحصل عليه، ثم فسر سبب توهج المصباح. إذن قلنا سبب توهج المصباح مثل ما ذكرنا، سبب أو توهج المصباح يدل على حدوث انتقال مزدوج لشوارد المحلول في وعاء التحليل الكهربائي، بحيث تنجذب شوارد الزنك الموجبة نحو المهبط، وتنجذب شوارد الكلور السالبة نحو المصعد، وبالتالي تؤدي إلى انتقال أو حدوث مرور تيار كهربائي في هذه الدارة. بعد ذلك ماذا يطلب منا؟ وصف بشكل علمي ما حدث بهذه التجربة. إذن فما حدث في هذه التجربة يتمثل في ما ذكرنا. إذن عند غلق الدارة الكهربائية مثل ما ذكرنا، يعمل المصعد على جذب شوارد الكلور السالبة، ويأخذ منها الإلكترون الفائض، أي من كل شاردة التي تحتوي على إلكترون فائض،
يأخذ منها المصعد، وتتحول هذه الشوارد إلى ذرات، وتتحد مثنى مثنى مشكلة جزيئات كلور التي تتصاعد على شكل فقاعات غازية. بينما عند المهبط، يعني في نفس الظرف الزمني في نفس الوقت، يعمل المهبط السالب على جذب شوارد الزنك الموجبة التي تأخذ، يعني هنا شوارد الزنك هي التي تأخذ، كل شاردة زنك تأخذ إلكترونين لتتعادل وتتحول إلى ذرة، وهذه الشوارد حينما تتحول إلى ذرات تترسب على المهبط مشكلة لنا معدن الزنك ذو اللون الرمادي. نعبر عن هذا التفاعل الحاصل بجوار كل مسرة بمعادلة كيميائية نصفية، لأنه أعطانا المعادلة الإجمالية فلا نقوم بكتابتها. إذن فما ذكرناه عند المصعد، ننمذج الذي حدث على المستوى المجهري بهذه المعادلة. إذن كل شاردتي كلور 2 سي ال ناقص تتحولان إلى جزيء كلور سي ال 2 بعدما تتخليان عن إلكترونيهما لفائدة المصعد. عند المهبط يحدث العكس، شاردة الزنك الثنائية تكتسب إلكترونين من المهبط لتتحول إلى ذرة الزنك التي تترسب على المهبط. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.